لكم جينا ملك عبور نجيو لكعابر اخرين تقام عنا احنا مع العباد اللي هي الكرش عشان نشوفوا هاش حمات اللي في الكرش عندهم شي حل. دونك بحذانا اخصائيه التغذيه شيماء العياري. صباح الخير. صباح الخير. شنو احوالك؟ مرحبا بك. يعيشك متك يا عدس. شيماء ما عندهاش كرش جوا سمح. دونك احنا كيفاش باش نعرفوا اسكو عندنا كرش؟ تو دابور عندنا الكرش ولا ما عندناش؟ خاطر ساعات انت تشوف عبد كيما شفتني انا قلت لي راه انت ما عندكش كرش. اما ساعات واحد يبدا لابس حاجه امبل ولا بالحوايج ولا فيزويلمون انت ما تراهوش، اما فريمون فما الكرش تبدا زايده. نقولوا لي نورم. لي نورم كيفاش تعرف اللي انت روحك عندك كرش؟ دونك بوغ لي فام يلزم الكرش بتاعهم تور دو تاي من لي دو كوت اللي في التاي تتعدى بالسره. دونك هذوك ما يلزم ما يفوتوش 88 سنتيمتر بوغ لوم. نزيدوا شويه 102 سنتيمتر او بيان باش نسهلوها اكثر. طولك باغ اكزومبل طولي 1.70 متر تقسمو على 2 تلقى 85 سنتيمتر. هذاك 80 سنتيمتر 85 سنتيمتر بليتو يلزمو مي 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 ما تفوتهمش، سينو تولي تحكي على كرش ظاهرة. ايه وي باهي. لهنا كي نحكيو على الكرش، مش العباد الكل عندهم كرش شحم، معناها فما عباد عندهم ترهلات بعد الولادة ولا غيره. احنا جينيرالمون نلقاو الرجال عندهم الكرش أكثر من النساء. وي متفاهمين فيه. ساعات تشوف واحد يقول لك راه وانا عندي الكرش أما ما نحسش روحي أون سيغ بوا. يلزم أول حاجة نعملو كونترول للي إم سي بتاعنا، معناها لانديس ماس كوربوريل. يلزم أنا ما عنديش زيادة في الوزن باش نحكي على كرش. إذا كان الوزن زايد براتيكمون نلقاو كوميلاسيون نتاع الكغيس في الأبدومين، في الأبدومين بوغ لوم جينيرالمون، خاطر الراجل ديما عنده لوبيزيتي أندرويد. باغ كونتخ الفام تبدا سو فورم دو بواغ كيما كعبة لانزاس فاطمة. دونك تقع في ليونش وزادة تقع طالعة على الفونتر. دونك الزيادة في الوزن كيما قلنا أول حاجة، يلزم الوزن نتاعنا مش زايد باش ما نحكيوش على شحم في الجسم كامل وفي الكرش. دونك عندنا الانتفاخ البالونمون والكونستيباسيون زاد كيف كيف نجبو يخليون كرشنا تبدا ظاهره، وهو فريمون ماهوش دو غريس تلقى جوست ان بالونمون ولا كونستيباسيون. فما بعض الساعات برشا عباد يبدا عندهم الكونستيباسيون كرونيك ديما عايش معاهم الكونستيباسيون وهما ماهمش فايقين برواحهم. دونك احنا ناكلوا كل يوم نعملوا لابسوربسيون دي فيتامين دي مينيرو يوميا. يلزم لي ديشي كل يوم يخرجوا نعملوا اكل فلتراسيون والديشي كل يوم يخرجوا. اذا كان هذا قل على 3 مرات في الجمعه وقتها نحكيو على كونستيباسيون كرونيك ولا نحكيو على غازات الانتفاخ يجي ماكل غازات هذوكم الكل. هنا نحاولوا نشربوا اكثر ماء، ناكلوا ماكله فيها برشا الياف، ناخذوا لي بروبيوتيك الحاجات اللي فيها الخمائر باش تعمل ترانزيت انتستينال. فما حاجه اخرى زيد قلت عليها انت الغولاشمون موسكولير، ترى هذه نلقاوها جينيرالمون عند لي فام انسانت ابخي لاكوشمون. خذي هكا الفورم نتاع الكرش اللي دازر قدام تبارك الله تبدا توصل هكا تكبر بالكدا. بعد المانك دو سبور في وقت لو غروسيس ومن بعد زاد كيف كيف هاكا ساعات واحد يعمل دي سانتور ولا بعد لو غروسيس يقولوا يعاونوا، اما هما فريمون راهو ما عندهم حتى دخل فيك الترهلات. لازم فريمون دي زاكتيفيتي فيزيك او كور دو غروسيس وبعد لو غروسيس. حاجه اخرى لي زورمون، لي زورمون نتاعنا كيبداو ماهمش متعدلين لو فامو الكورتيزول الهرمون نتاع ستريس كيبدا مش معدل، راهو التراكم نتاع الشحوم تصير بطريقه اسرع.